مشهد البلاد الانتخابي قبل 30 يوم من موعده موضوع هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. مظاهرات تشرين التي طالبت بانتخابات مبكرة وقانون جديد للانتخابات تحققت مطالبها حتى وإن لم تكن كاملة حسب رأي ناشطيها. القوى السياسية التي تمثل تشرين منقسمة إلى قسمين، الأول مشارك في الانتخابات ويرى صناديق الاقتراع استكمالا لمشروعه، وآخر لا يشارك في الانتخابات ويرى فيها عملية تدوير للوجوه ولا يمكن إحداث التغيير. فما مصير الانتخابات، خاصة إن بعض ناشطي تشرين يهددون بتسقيطها أو التظاهر في يوم الانتخابات، يبرهنوا للعالم إنها ليست شرعية ونتائجها محسومة قبل إجرائها. السيد هادي العامري في معرض إجاباته على أحد الأسئلة في ملتقى الرافدين للحوار قال إن ناشطي تشرين هم أولادنا وندعوهم للجلوس على طاولة واحدة وسنوفر لهم الحماية. لكن هاجس الخوف من السلاح المنفلت وتأثيره على الانتخابات موجود لدى أغلب الطبقة السياسية، وما نشهده من أحداث ربما يؤكد هواجس المتخوفين. إذ تعرض تجمع انتخابي لتحالف عزم إلى وابل من الرصاص في منطقة أبو غريب، فضلا عن استهداف مستمر للناشطين والمرشحين. أما عن تزوير الانتخابات فهو هاجس وحدث لدى السياسيين، إذ تقول النائبة ثروة الحلفي إن سعر بطاقة الناخب وصل إلى $200، ومن يجلب 300 صوت لجهة سياسية له سيارة مكافأة لجهوده. فهل ستجري الرياح بما تشتهي سفن التغيير، أم أن الفساد والتزوير سيطفئ فنارها؟